نعم اسماعيل، في الحقيقة تساؤلات كثيرة بشأن الرهان الأردني العربي حيال دمشق، يعني منذ اجتماع عمان ومن بعدها اجتماع القمة العربية والتي حضرتها سوريا وعادت إلى شغر مقعدها في الجامعة العربية، وحتى الآن في الحقيقة والآمال التي نسجت. هل تسمعوني اسماعيل؟ نعم تفضلي. وأيضا الآمال التي نسجت حول هذه العودة وربما إيجاد حلول لهذه الأزمة التي طال أمدها في سوريا، ولكن حتى الآن لم يطرأ أي تغيير في أي من القضايا الأساسية التي على أساسها انخرط العرب في سوريا لإيجاد كما حكينا إيجاد حل لهذه الأزمة. في الحقيقة الصفدي في دمشق لمناقشة ثلاث قضايا أساسية، وهي ملف اللاجئين السوريين، تهريب المخدرات، وأيضا إيجاد الحل السياسي وفق القرار 2254. ولكن اسماعيل، السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو أن هل سوريا قادرة على الالتزام أو تنفيذ شروط الجامعة العربية التي عادت إليها وفق مبدأ الخطوة مقابل خطوة، وهل هي قادرة على أو تنفيذ التزامات عمان؟ يبدو أن عودة سوريا يعني تصطدم بمجموعة من العقبات. نعم أمل. نعم. فيما يخص يعني موضوع العقبات، يعني اليوم ما هي العقبات التي تعترض المبادرات العربية لإيجاد حل الأزمة السورية؟ نعم اسماعيل، بداية سأتحدث عن القضايا الثلاث التي جاء من أجلها الصفدي والتي لم تحرز أي تقدم. يعني نتحدث أولا عن تهريب المخدرات. المخدرات لا زال عمليات التهريب مستمرة عبر الحدود إلى أردن، وأيضا حدث هناك تطور من خلال استخدام طائرات المسيرة، وأيضا إضافة إلى تهريب الكبتاغون تهريب السلاح أيضا. إذن ملف المخدرات يراوح مكانه، لا جديد فيه. هناك تساؤل كبير، ما إذا كانت الحكومة السورية تسهل هذه العمليات أم أنها لا تستطيع ضبط الحدود ولا تستطيع منع تلك الجهات التي تقوم بهذا التهريب. أيضا ملف اللاجئين، يبدو أن الدول المجاورة أجمعت على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وأخطت لبنان خطوة بهذا الشأن، لكن أيضا السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي قدمته سوريا أو ما الذي ستقدمه سوريا في سبيل إعادة اللاجئين إليها، العودة الآمنة، ما الضمانات الأرضية المناسبة؟ وأنت تعلم أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية، 90% من السوريين تحت خط الفقر. دمشق لم تقدم أي خطوة في هذا المجال أيضا. حسب استطلاعات الأمم المتحدة التي قامت بها في على اللاجئين في الدول المجاورة، تبين أن 1% فقط من اللاجئين قد يرغبون أو قد يفكرون بالعودة إلى سوريا. إذن لا ضمانات، لا أرضية جاهزة، مجال عمل، أيضا بنية تحتية لعودة هؤلاء اللاجئين. كانت هناك مبادرة من الإدارة الذاتية تقدمت بها أنها مستعدة لاستقبال اللاجئين السوريين وطلبت الحوار مع دمشق، وأيضا أعلنت أن كل المقدرات التي تحت تصرفها ستقدمها في سبيل مشروع إعادة اللاجئين السوريين. وحتى الآن دمشق لم تخطو أي خطوة ولم تتحرك باتجاه هذه المبادرة. إذن ملف اللاجئين أيضا لم يحدث فيه أي اختراق. بالنسبة للحل السياسي بما يتوافق مع القرار 2254، أيضا نستطيع أن نقول أنه لم تشهد المسارات الخاصة بإيجاد حل سياسي في سوريا أي انفراجة حتى الآن. إذن إسماعيل، أي مبادرة أو أي مشروع، إن كانت عربية أو إن كانت من داخل سوريا من الإدارة الذاتية، كلها مرهونة بما ستقدمه دمشق من قرارات. طيب. في سبيل تحريك أي من هذه القضايا الثلاث. طيب أمل، يعني اليوم يعني ما مدى
استجابة، لماذا لا تستجيب دمشق على هذه يعني ثلاث ملفات لقد ذكرتيها، ملف اللاجئين وملف تهريب المخدرات وأيضا ملف الحل السياسي، لماذا لا تتجاوب أو ما مدى استجابة دمشق مع هذه الملفات؟ نعم، في الحقيقة حتى الآن لم تقدم دمشق أي بادرة ولو على سبيل حسن النية في أي من القضايا الثلاث على الأقل، ولم تقدم أي خطوة إن كان باتجاه المبادرة العربية أو مبادرة الإدارة الذاتية والتي كانت من 9 نقاط. حتى الآن دمشق لا تتراوح مع مكانها، تلعب على الألفاظ وعلى الوقت. يبدو حسب مراقبين أيضا أنها ربما تريد أن تستثمر هذه الملفات الثلاث، هذه القضايا الثلاث لصالحها، وحتى الآن كما قلت لك كل شيء مرهون بما ستقدمه دمشق من قرارات، وما إذا كانت دمشق حرة في اتخاذ هذه القرارات. أعتقد أن الصفدي سيعود من دون تحقيق أي تقدم أو أي حلحلة في أي من القضايا الثلاث. نعم، جزيل الشكر الصحفية أمل معمي، كنت معنا من غرفة الأخبار، شكرا على هذه المداخلة.